صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. زي كل يوم بنقول دايما ان احنا عايزين كلنا كمصريين يبقى عندنا امل وتفاؤل لبكره لبلدنا الحبيبه الجميله مصر. صباح الخير يا ساره. صباح النور يا اشرف، وصباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. كالعادة وزي كل يوم هنكون موجودين معاكم ساعتين مباشرة على الهواء من 9 لـ11. هيكون معانا العديد من الفقرات، في أحداث كتير جدا زخمة جدا ومتلاحقة موجودة في مصر. هنعرف كل الحاجات دي من خلال فقرة الصحافة اللي من خلالها بنعرف أهم المنشطات والأخبار والعناوين الموجودة في الجرائد والمجلات. عدة مجالات، في مجالات مختلفة للتصوير الفوتوغرافي. حضراتكم عارفين طبعا الكاميرا الفوتوغرافية، الناس في فنانين بيعملوا معارض تصوير فوتوغرافي. في من ضمن الفروع الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي هو طبعا زي ما انتم عارفين التصوير الصحفي. وقد ايه التصوير الصحفي وخصوصا في الثورة او في الحروب او في انك انت توصل لمكان معين عايز تصور خبر معين، الصورة تعبر عنه. هيكون معانا مشرفنا في الفقرة الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي الأستاذ محمد مصطفى حسين، نائب رئيس قسم التصوير بالأهرام. الفنانة زهرة العلا، يعني أول ما بقول زهرة العلا لازم على طول نفتكر الأفلام الجميلة والأبيض وأسود والأفلام الحالمة، وهي شخصية أثرت في المصريين كلهم من خلال فنها ومن خلال شخصيتها اللي أجبرت الناس إنها تحترمها. الفنانة زهرة العلا اتكرمت في مهرجان الإسكندرية الدولي، وهيكون معانا النهارده ناقد فني عشان نتكلم معاه هل التكريم ده جه متأخر، هو كان مهم في الوقت ده ولا لأ، وحاجات كتير جدا عن مشوار الفنانة زهرة العلا. هيكون معانا فيها الأستاذ محمود قاسم، هو ناقد فني. حضراتكم لو في واحد قاعد في مصر او عموما واحد عايش في مصر وبعدين غاب مثلا لمده 10 سنين تقريبا عن مصر ورجع، هيلاحظ حاجه واضحه جدا في مصر، انه الستات او البنات او الانسات بقى عدد كبير جدا بقى محجب. والملاحظه الثانيه هو انه بقى في زياده في وزن الستات في مصر او البنات عموما في مصر، بناء على تقرير. لا طبعا انا يعني المخرج بيقول لي خد راي ساره، لا يعني ساره صعب ان انا اخد رايها. ماشي يا طارق، يعني ماشي اكشر. في رشاقه وفي حاجات كبيره يعني جدا. أوكي. الحكومه حضراتكم قررت ان هي تعمل حمله ببلاش للستات اللي هم او الانسات او 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 اللي هم عندهم زياده في الوزن، وزي ما بيقول ايه عنوان كده قرار من الحكومه ان كنتوا تقللوا وزنكم بشكل أو بآخر، لأن هذا الموضوع بيأثر نفسيا على المرأة بشكل عام، وفي نفس الوقت مش بس كده كمان بيأثر صحيا على صحة المرأة. وعلى فكرة ومش المرأة بس بصراحة، يعني ما هو الرجال عندهم كروش برضو، يعني مع كرش كلنا بقى عندنا كروش. احنا مميزين عنكم. بعدين يا سلام بقى لو الحملة دي تبقى في حاجات تانية كتير. زي ايه؟ وأهم طبعا اكيد دي حاجه جميله جدا، بس يا ريت بقى الحملات دي بقى تبقى كتير في حاجات تانية كتير، زي ما الناس محتاجه مثلا بيوت في العشوائيات، محتاجه تتعالج بره، في حد يعني عنده مرض محتاج فلوس كتير قوي عشان يتعالج. طبعا دي خطوه مهمه جدا. تمام. وان شاء الله اللي بعدها يكون الحاجات اللي انا بقول عليها. مفيش اهم من صحه الانسان يا ساره. طبعا يعني الحاجه الوحيده اللي فعلا لازم الواحد يحمد ربنا دايما عليها، وفي نفس الوقت يحاول ان هو يحافظ عليها. فعندنا في الفقره الخاصه بسمنه المرأة المصرية وهو الدكتور محمد أبو الغيط، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والأستاذة غادة شريف الكاتبة، وعلاج سمنة الستات المصريين أو المرأة المصرية. مظبوط. عندنا فقرتين. في معانا فقرة جميلة جدا، كانت هو مراسل عسكري كان موجود وقت حرب 6 أكتوبر. هيكلمنا عن كل اللي حصل، يعني في حاجات اكيد احنا ما نعرفهاش حصلت، احنا ما شفناهاش وما نعرفهاش. يقال كمان انه ما فيش اي صور او اي فوتوغرافيا او اي صور سينما اتخذت من الحرب نفسها، يعني كل اللي احنا بنشوفه في السينمات وفي المسلسلات ده اجتهاد مخرجين فقط لا غير، مش اكتر. يعني انا رفعت ايدي ليه؟ انا والدي كان مصور في حرب 73، كان معاه واحد مراسل او واحد معاه في العربية ومدين له عربية، وكان بيصور الاحداث اللي بتحصل، وتعرض لكثير من المفاجآت في الحرب يعني. انما لا، كان في مصورين من هيئة الاستعلامات ويعني في عدة مجالات يعني
كانوا بيتصوروا 16 مللي و35 مللي، انا متاكد من المعلومه دي. طب ده يعني ده تاكيد المعلومه، يبقى اكيد المعلومه دي اللي عندنا ممكن يكون ناقصه شويه، لكن اكيد لا لا هنعرف برضو، هنسأل ضيفنا. هنعرف برضو ضيفنا ايه الحاجات اللي حصلت، ان هو اللي هو شافها وما حدش شافها غيره، ايه الصعوبات اللي كانت موجوده في الوقت ده، ونعرف يعني ايه اصلا مراسل عسكري. نعم. يعني دي قصه تانية لوحدها، دي قصه تانية لوحدها. عشان نبعد بس. ايوه ده حقيقي، لان احنا في اكيد بيبقى في ممكن يكون في اسرار ممكن يقولها لنا، او حاجات ممكن يكون شافها ويبقى شاهد عليها، والاحداث اللي كانت بتحصل في وسط الميدان في حرب 6 اكتوبر. الاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس قسم السياسي بجريده الشروق، هو الفقره الجايه مع زميلتي ساره. نهاركم دايما سعيد.